السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم سامر البقشي. أنا الحين طبعاً أنا جيتي سفرتي لهالمكان على أساس نروح هالمركز، طبعاً بعد عمليات التخسيس، مو بلي طبعاً حق أحد من الأهل. بعد عملية التخسيس يصير في ترهل جلدي، ففي طبعاً موجود في السعودية، بس في مصر موجود خوش دكتور اسمه دكتور محمد الغلبان، وطبعا هذه التسعيرة حقتها حقت العمليات. شوفوا البرايس، هذا هو. بوريكم المركز، المركز وين موقعه، برسل لكم الموقع الحين بعد ما اخلص. ندخل ووريكم المركز ونخليكم تاخذون فكرة عن المكان. هذا هو طبعا الناس جربوا، وهذا المرة الثانية على التوالي، وهذا المركز ما شاء الله. الدكتور محمد غلبان موجود داخل، ما نبي نزعجه، بس خدنا منه البرايس ليست وسلمنا عليه. هذا اسمه سويس، هذا اسمه زي ما انتم شايفين، ثواني بس، سويس استيك كلينيك. تعاملهم ممتاز، سووا العملية وكل حاجة. والمقصد شنو؟ ان الواحد بعد ما يسوي تخسيس يحصل معاه انه يصير عنده ترهلات، اذا حاول انه تروح بالجيم ما راحت، يشتغل على نفسه، يربي عضل، يقلل دهون، وفي نهايتها شو اللي يصير؟ زي ما انتم شايفين يجي هنا عشان يقصقص الزايد، بس بعد ما يشتغل على الجيم سنة او سنتين يبقى ترهلات بسيطة، يجي عند الدكتور يشيك، طبعا يقارن الاسعار بالسعودية ويجي يشوفها هنا. وهذا الاسعار زي ما انتم شايفين، وانا راح ازودكم بالتفاصيل الارقام في التعليقات تحت. الله يعطيكم العافية.